أم فاطمة تفضلي. ألو، السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا كنت مصابة بذاك المرض الخبيث، نعم. عليه بس هسه سويت كيمياء وهذا، بس سويت عملية، هسه يضربون إشعاع من منطقة الصدر لفوق، فشو الحكم؟ هو أنا هسه صايمة واحتمال الدكاترة تطب علي، يعني مو بس نسوان. يعني أنت صايمة الحين تاخذين إشعاع؟ إي دكتور، إي سيدنا آخذ إشعاع، أنا ما فطرت أبد، وصح دراسة صار عندي حرارة، بس أنا لحد هسه صايمة الحمد لله والشكر. الله يعطيك العافية أم فاطمة ويبعد عنك كل سوء ويتقبل عملك، الله يبارك فيك. متصل أخير، أم فاطمة مصابة بالمرض الخبيث وتقول أنا أروح يوجهوا لي إشعاع على صدري وكذا، وأنا صايمة وبعض الأطباء هم رجال، شنو اللي أسوي؟ إذا من ناحية النظر، من ناحية النظر وأنه رجال وكذا، أنت مجبرة، يعني أنت مكره على ذلك وأنت مريضة، فلا إشكال في ذلك ولا يضر بصومك، ولا يضر بصومك. أما إذا تسأليني أنه يابا أنا أتلقى على حال إشعاع وأنا شلون صومي صحيح لو مو صحيح، هنا نقول شوفي نفسك، إذا واقعا ياذيك هذا الصوم، يأذيك وتأذاية، وشوفين أكو انتكاسة بصحتك لا تصومين، إذا أكو انتكاسة بصحتك لا تصومين. أما تقول لا الحمد لله كلش وضعي زين وكلش ماشية، هذا أمر يرجع إليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك من كل سوء وبلاء. نعم عبد الله تفضل حبيبي. عبد الله تفضل. الموضوع هو كنت صاعد بكوستر راح الكربلة، نعم، فهذا الكوستر كان مال نادي راح الكربلة عندهم لعبة، نعم، فهو بلاش، فأنا صعدت وياهم ونزلت زرت هناك ما رحت وياهم اللعبة، فهذا شيء حرام علي لأن ما رحت أو استغلال أو هيك شيء. ايش قد عمرك عبد الله؟ 21 سنة. ركبت وياهم على أساس تروح تشجعهم بس رحت زرت، ما رحت تشجعهم مثلا؟ لا راح الزرج ما شجعت. زين حبيبي عبد الله مشكور. عبد الله يقول احنا في الكوستر طلعنا مع نادي على اساس انه اشجعهم، بس انا ما رحت اشجعهم، رحت زرت. على اي حال يعني تبار الذمه من الجماعه، اصحاب الشان منو؟ اصحاب الشان مسؤول نادي منو؟ تبار الذمه، قول له يا ابري لي الذمه، انا ترى هالشكل، واذا ما قبل انطي اجرتك، انطي اجرتك ان شاء الله تعالى وزيارتك مقبوله. نعم. متصل ابو رقية تفضل حبيبي. السلام عليكم مولاي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولاي العزيز انا دوامي يبعد عن البيت تقريبا 30 كيلو. نعم. ودوامي 7/7 على كثير السفاره وشنو يعني. كم سنة صار لك على هالدوام يا أبو رقية؟ صار من 2013 ما يقارب 10 سنوات تقريبا. 10 سنوات مشكور يا مرور من الوقت، يعني فترة من 3 سنوات صار 10 و5 يقول انه رجع 7/7. جيد جيد مشكور يا أبو رقية، حياك الله مولانا بارك الله فيك. أبو رقية يقول دوامي 30 كيلومتر عن البيت 7 أيام. 7 أيام أنت كثير سفر، يعني إذا هالشكل كثير سفر يومية، عفوا يقول انا 30 كيلومتر، 30 كيلومتر يعني اقل من المسافه الشرعيه، اقل من المسافه الشرعيه. ما دام اقل من المسافه الشرعيه وسبعة ايام تبقى هناك وترجع الى بيتك 7 ايام ولمده 10 سنوات، فصير مكان عملك مقر، مكان عملك يصير مقر، ما عندك كثره سفر، لان كثير سفر من يروح 30 نفس اليوم يرجع حتى يصير 60 كيلو، انت جاي تروح 30 وتبقى 7 ايام وبعدين ترجع البيت، فماكو سفر كثير، وانما عندك استقرار في مكان معين دون المسافة الشرعية، فانت في بيتك وفي مكان عملك تصلي تمام الصوم، وانت مو كثير سفر يا اخي، انت لست كثير سفر، واضح حبيبي؟ اي اماكن اخرى تصلي قصر ما تصوم. اعطيني عندي وقت انا الى متى اليوم البث؟ جيد فانطيني مكالمتين ثلاثه حتى. ام غفران تفضلي. السلام عليكم سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أنا قبل 5 سنوات صار عندي جلسة بالدوام. إيه. فكل كل سنة قبل رمضان عرفت مين بالسنة اللي ما سنوين. فالعام مو رح أسأل دكتور سمت. إيه. سمت يعني عام تروح زيارة ما لها سنة سمت يعني. زين شو الإشكال بتترددين كيف أسأل عليهم كيف أسأل هاني يعني هم هو أسباب. واضح وغفران الله يعطيك العافية. حياك الله يسلمك حياك الله. نعم أم غفران قبل 5 سنوات صاعدها جلطة، 5 سنوات صاعدها جلطة وقالوا لها لا تصومين لا تصومين لا تصومين، خوفوها هي المرهم ما أخذتها هالشكل، ما صامت ما صامت ما صامت، هالسنة تقول أنا صمت شفت نفسي زينة شفت نفسي زينة. وهذا الكلام اللي يقولوه الأطباء ما كان صحيح. جواب كم مرة أنا قال أنه تشخيص الأطباء لا يكون صحيحا في كل وقت، ولما يقولون أطباء فتشي بعض الأطباء متدينين يخافون الله ما يقول روح افطر، المتدين يقول له أجيه أنت شوفي نفسك وأنت جربي، أما أطباء اللي ما يعني ما ملتزمين لا علي روحي فطري. هذا أنا ما يعني كلام الطبيب ليس حجة إلا إذا كان طبيبا حاذقا حاذقا وعليه حال متخصصا متدينا. فأنت في واقع الحال 5 سنوات ما صمتي وما أدري على أي حال اعتمادا على كلامهم إن شاء الله ما عليك شيء، ولكن الآن صومك إن شاء الله صحيح والله يوفقك ويبعد عنك السوء، ولكن السنين الماضية اللي ما صمتيها على أي حال ادفعي فديتها، ادفعي فديتها عن كل شهر 22 كيلو ونص من الطحين.